أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم تاني مع فاينل تيست 3، ويلا بينا بدون مقدمات نحل الامتحان. Choose the correct answer from A, B, C or D. دكتور مجدي يعقوب choose أسوان، اختار أسوان. To establish يعني establish، حبايبي يقولوا لي يعني يؤسس، بتساوي كلمة ايه يا شباب؟ set up، برافو عليكم. The first hospital of his heart foundation يعني foundation، foundation بمعنى مؤسسة. الفيرب منها found عند الدي كده، وده فعل منتظم تصريفاته founded founded، ما تلخبطش بينه وبين التصريف الثاني من الفعل find يجد، اللي تصريفاته find found found. خدوا بالكم يا شطار، find found found ده فعل شاذ بمعنى يجد، لكن found founded founded ده فعل بمعنى يؤسس، والاسم منه foundation. معايا؟ number two، a boot يعني الشاعر. تمام، احنا عارفين ان كلمة بوت شاعر، بوم قصيدة، poetry يعني الشعر. is a person who has been officially يعني officially رسميا chosen اختير to write poetry for the country's important occasions في المناسبات الهامة في الدولة. طبعا أبوت لوريت يعني أبوت لوريت يعني شاعر الملك أو شاعر البلاط الملكي. Many young men travel illegally يعني illegally بصورة غير شرعية to Europe، لمين؟ لأوروبا. With the thoughts of finding a job and a better life بهدف ما أقول with the aim of finding a job and a better life. واتفقنا إني بختار الإجابة الصحيحة بعد ما استبعد حبايبي الثلاث اجابات الخطأ، اختار الاجابه الصحيحه. الاستبعاد مهم جدا زي ما اتفقنا. نمبر 4، هرجاده، مصحصح محمد. ايوه مستر، طب يلا بينا. هرجاده الغردقه has dots from a small fishing village into a famous tourist resort. تمام، تطورت من قريه صغيره للصيد الى ريزورت. يعني ايه يا حبايبي مستر؟ ريزورت بمعنى منتجع سياحي، برافو عليكم. يبقى تطورت من قريه صغيره للصيد village إلى منتجع سياحي شهير أو مشهور. يبقى هناخد developed into، طبعا لو في turned كمان كنا خدناها turned into. تمام، يبقى developed. number 5، some experts يعني experts خبراء. see that يقولون أن climbing a mountain يعني تسلق جبل helps you not your fear. الله، fear يعني إيه؟ الخوف، كفعل بمعنى يخاف أو يخشى. يبقى طبعا conquer يعني conquer يعني يعني ايه؟ يغزو، برافو عليكم. سامعكم اهوت، يغزو او يتغلب على. يبقى conquer your fear يعني تغزو خوفك او تتغلب على خوفك، يبقى ممكن نقول هنا بتساوي overcome، يتغلب على. number 6 حبايبي الشطار مركزين معايا، the word duty كلمة duty، duty يعني ايه حبايبي؟ ولا مستر duty يعني واجب، برافو عليكم. is similar in meaning يعني مشابهة في المعنى to the word responsibility، برافو عليكم. responsibility يعني ايه؟ مسؤولية. ممتازين ممتازين. number 7، الناس الشاطرة مصحصحة سهرانة معايا، the big stores in my city يعني the big stores يعني المحلات الكبيرة. تمام، سلاسل المحلات الكبيرة، وخد بالك stores هنا جمع. in my city at 5 every day بتغلق الساعة 5 كل يوم. ده جدول ايه؟ جدول مواعيد. حلو قوي قوي قوي. جدول المواعيد بنستخدم زمن مين حبايبي؟ بيقولوا المضارع البسيط، يعني فعل ينتهي بإس مع الفعل المفرد، وفعل بدون اضافات مع الفعل الجمع. طب ستورز هنا مفرد ولا جمع؟ ستورز هنا جمع، يبقى هناخد مين؟ كلوز بدون اس. طب لو ستور بس كنا خدنا كلوزز فعل اخره اس، وديت اللي بتتكرر كتير في الامتحانات، انت تلاقي الفاعل مفرد فتاخد فعل اخره اس، لكن لو الفعل جمع هتاخد فعل في المصدر، فانتبه للفاعل يا ترى مفرد ولا جمع في جدول المواعيد. مفرد ناخد فعل اخره اس، طيب فعل جمع زي الجمله دي ناخد فعل في المصدر بدون اي اضافات، انا بسميه فعل ساده زي الفل. ساده يعني ايه؟ بدون اضافات. طيب the students ate their exam results next week. تمام، التلاميذ سوف يعطونا او يعطونا نتائج الامتحان بتاعتهم next week. طبعا next week علامه على مين؟ على المستقبل البسيط. والجمله مبنيه لمين؟ للمعلوم وللمجهول حبايبي لو مثلا الجمله دي بس مجهول، يبقى هنقول will be given. will be والتصريف الثالث، واحنا عارفين ان يعني الافعال الناقصه كلها في المجهول will would shall should can could may might must have to has to need to there to
ام از ار جوينج تو يوز دي تو، كل دول يجي بعديهم في المجهول بي والتصريف الثالث. يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ ويل بي جيفن. نمبر 9، اي didnt dont live in a big city but I live in Cairo now. الله، لم اعتد. didnt نفي يوز دي تو الوحده الخامسه، يبقى didnt يوز تو، نطير دي لان didnt تيجي بعدها المصدر. طب لو didnt لقينا بدلها never، لو حب يلعب never يبقى ناخد used to زي ما هي، يبقى didnt used to لان didnt تتبع بالمصدر، ما ينفعش احط دي used و didnt قبليها. طب لو كانت didnt never، لا يا مستر، هننزل ب used to زي ما هي. وصلت يا شباب؟ ناخد بالنا. يبقى I didnt used to بتساوي I never used to. خد بالك، وفي السؤال برضو بنبدأ الجملة ب did فاعل use to، والفعل فين؟ في المصدر. طب يلا نمبر 10، industrial goods يعني ايه؟ البضائع الصناعية. are often produced، ها، غالبا ما تنتج in developing countries. يعني developing countries؟ الناس اللي حافظة كلمات ترجمة تقول لي developing countries يا مستر بمعنى الدول النامية، الدول النايمة، انا مسميها كده، هي الدول النامية، يعني الدول مين؟ اللي بتنمو لسه. عكسها بقى الدول المتقدمه اللي هي developed اللي اخرها اي دي مش اي ان جي، developed countries. طب يا مستر المهم احنا عندنا هنا ايه؟ produce. يا ترى ده اسم ولا فعل ولا صفه ولا ايه؟ لا ده فعل. طب الافعال بتوصف باحوال، نقول تاني، الافعال توصف باحوال، بنقول عليها احوال الطريقه، المانر او الواي، بتبين طريقه حدوث الفعل، يبقى بتنتج بشكل رخيص. طيب رخيص اللي هي كلمه ايه؟ اتشيبلي، برافو عليكم، لاخرها الواي، ده حال طريقه. adverb of manner يعني adverb of manner يعني حال طريقه، تمام، بيبين طريقه حدوث الفعل. طب يلا بينا ترجع لي كده الوحده الكام؟ السبعه. الاحوال نوعين، اما احوال طريقه، تمام، بتبين طريقه حدوث الفعل زي ما اقول كده ايه، I write quickly، انا بكتب بسرعه، بسرعه بينت طريقه الكتابه، تمام. produce cheaply يعني بينتج بشكل مين؟ رخيص، بينا طريقه الانتاج انه بشكل رخيص. طب امال النوع الثاني من الاحوال اللي هو حال الدرجه اللي بيوضع قبل الصفه، تمام، سواء كانت بقى صفه عاديه او صفه قويه. نراجع كده، يلا ودينا بنراجع مع بعض ومذاكر مع بعض اهو زي الفل يا شباب. يا رب ما اكونش ضيف تقيل على قلوبكم يا حبايبي. industrial goods are often produced cheaply. يلا بينا. ليه؟ قلنا فعل يوصف بحال، لكن الاسم يوصف بصفه. طب والصفه يجي قبلها مين؟ يجي قبلها حال لوصفها برضه. يلا بينا. ابراهيم dots for the company since الله he left university. since قاعدة بتاعتها ايه؟ لو جت في النص بمعنى منذ، يجي قبلها مضارع تام او مضارع تام مستمر وبعدها ماضي بسيط، وده اللي موجود هنا. since ماضي بسيط، اختار مضارع تام او مضارع تام مستمر من اللي موجود has been working، تمام. يلا what a state my shoes are in. الله، تمام. يا للحالة السيئة التي وصل لها حذائي. ستيت هنا مش بمعنى دولة، ده بمعنى حالة. تمام، يبقى حذائي ده محتاج لإيه؟ محتاج للتصليح. حلو أوي، يبقى هنختار مين؟ they need to repair، جملة مهمة جدا، ولا they need repairing، ولا it needs repair، ولا it needs to be repairing. طبعا الإجابة الصح زي ما أنا مظلل لحضراتكم هنا B، they need repairing. ليه؟ القاعدة بتقول إيه؟ أولا الجملة مجهول، زي هنا مفعول وليس فاعل، هي محتاجة لمين؟ محتاجة لإصلاح. يقول لك نيد لها طريقتين للبناء للمجهول، دون معايا، السكتش الخاص بملاحظات الامتحانات، حتى لو ما بدأتش ابدأ النهارده ودون معايا، إن شاء الله أنا ناوي أخلص كل الامتحانات دي بإذن الله، ربنا يدينا العمر ودعواتكم ودعمكم عشان نقدر نستمر. يلا بينا يا شباب. نيد ليها طريقتين، نيد نيد في المجهول، اما يجي بعدها تو بي والتصريف الثالث، يعني مفعول نيد تو بي والتصريف الثالث، او مفعول نيد فيرب اي ان جي. نقولها كمان مره عشان حبايبي، يلا بينا. بس صلوا على النبي الاول، ادفعوا الثمن الاول، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول تاني، نيد لها كم طريقه للبناء للمجهول؟ طريقتين، اما مفعول نيد تو بي والتصريف الثالث لو موجود باخده، ما لقيتش يبقى هلاقي مفعول نيد فيرب اي ان جي. مين اللي موجود فيهم هنا؟ نيد فيرب اي ان جي، تبقى دي الاجابه الصحيحه. بتساوي مين؟ ممكن بقى نستخدم الطريقه الثانيه، تبقى زي نيد تو بي ريبيرد، لو موجوده نيد تو بي ريبيرد، مش موجوده يبقى نيد ريبيرنج. دون يا باشا. يلا يا علي، الجمله اللي جايه بتاعتك يا باشا، at first I didn't like my job، في البدايه انا لم احب مين؟ وظيفتي، but I know to enjoy it now، طالما now موجوده
يبقى ده مضارع مين؟ مستمر. يبقى هناخد مين؟ I am beginning to enjoy it now، انا بدأت استمتع بيها دلوقتي. جملة مهمة جدا ممكن تلخبط ناس كتير، في ناس تقول لك ايه يا مستر هناخد انا بدأت، يبقى اقول begin، امال ناو بتعمل ايه هنا؟ تمام. وبيجن كمان ما تمشيش، ده مضارع بسيط، ناو دلالة على المضارع المستمر، بدأت وما زلت. تمام، استمتع بيها، يبقى I'm beginning. Number 14 in the United States، في الولايات المتحدة الأمريكية. واحنا حطينا زي هنا ليه؟ لان دي دولة مركبة من اكثر من مين؟ من كلمة. طبعا الاول الان والزي مع انك خدتهم في اولى ثانوي، بس مطالب بيهم. الدول المركبة اكثر من كلمة the United States، the United Kingdom الى اخره، تسبق بزي. لكن الدول المفردة Egypt، قطر، ما فهمتش الى اخره، لا تسبق بأداة نو ارتكل. elections يعني elections، الناس اللي حافظه من متخصصين ترجمه هنا. ايوه ندى، election عن ايه؟ election مستر عن انتخابات، برافو عليك يا بنتي، ينصر دينك. elections يعني ايه؟ انتخابات. الفيرب منها ايه يا ندى؟ elect يا مستر، برافو عليكي. الانتخابات for president are held every 4 years، يعني في الولايات المتحده الامريكيه الانتخابات لاختيار الرئيس بتجرى او تقام كل 4 سنوات. الجملة مبنية للمعلومة للمجهول، لا مبنية للمجهول يا مستر، يبقى هنستبعد هولد خالص، صح ولا ايه؟ اتفضل عندي وير هيلد، وي ار هيلد، ويز بينج هيلد. طب انا عندي افري من علامات مين؟ المضارع البسيط، يبقى ناخد صورة مجهول في المضارع البسيط، اما ويز ار زائد التصريف الثالث، عندي الكشنز جمع فناخد ار والتصريف الثالث. وصلت؟ يبقى لو عندي اكثر من صورة للمجهول اشوف الزمن واحدد واخد الصورة المناسبة للزمن بتاع الجملة. زي الفل ولا ايه؟ زي الفل، جامدين جامدين ان شاء الله، ربنا هيكرمنا، هنشد حيلنا. يلا نمبر 15، did you not a lot of sweets when you were a child؟ جملة سهلة كده وعبيطة، did في البداية اهي اتكلمنا، يبقى يجي بعدها فاعل ثم used to، والفعل فين؟ في المصدر، used to الفعل في المصدر. نمبر 16، he felt not when he passed the exams with high marks. جملة ممكن تحير بعض الناس، ليه؟ هي فيلت هابي ولا فيلت هابينس؟ طبعا انا اعطيك الاجابه هنا اهو، هي فيلت هابي. طب ليه مستر ما قلناش هو شعر بالسعاده؟ ما تنفع يعني. اقول لك يا حبيبي الفرق بين فيل هابي وفيل هابينس، او فيلت هابي وفيلت هابينس. لو الشعور بتاع السعاده نابع من داخلك يبقى نقول ايه؟ فيلت هابي، ناخد الصفه. لكن لو انت شعر بسعاده من حولك، سعاده الناس من حولك، تمام، السعاده حواليك، يبقى تقول ساعتها فيل هابينس او فيلت هابينس، لان دي تلخبط ناس كتير. يبقى الاجابه هي فيلت هابي، دي افضل اجابه. يبقى السعاده نابعه، الشعور ده داخلي نابع منك، يبقى هابي. هنا الشعور في الجمله دي نابع من داخله، الراجل نجح في الامتحانات فبيشعر بالسعاده، شعور السعادة نابع من داخله. لكن لو شعر بالسعادة من حواليه زي ما قول كده، he felt happiness all around him. الله، يعني شعر بالسعادة من حواليه، يبقى ساعتها feel happiness. وصلت؟ تمام، يا رب تكون وصلت. تمام تمام تمام، يلا بينا نروح للترانزليشن يا حبايبي. ان شاء الله هنزل لكم اجابات القطع كمان بناء على طلبكم ان شاء الله، في فيديو مجمع كده ولا حاجة، احاول ان شاء الله. تمام، دعواتكم بس بالتوفيق. يلا ترانزليشن 25 translate into Arabic، نقرا الجملة كما اعتدنا. بفكر الناس في كل فيديو ان احنا نقرا الجملة كاملة، القطعة بتاع الترجمة كاملة، مرة اتنين وتلاتة، نخمن الكلمات الصعبة، ترجمة معنى مش ترجمة حرفية. تمام يا شباب؟ Food shortage is one of the most serious problems which threaten the world. All people should work hard to find solutions for this serious problem. يعني ايه؟ يلا بينا نقول مع بعض. نقص الغذاء هو واحد من أخطر المشاكل التي تهدد العالم. هي كلمة نقص اللي هي كلمة ايه؟ shortage، برافو عليكم. اللي بتساوي كلمة ايه؟ ندى متخصص الترجمة، يا مستر shortage بتساوي كلمة lack، برافو عليك يا بنت، خمسة عليكي، خمسة عليكي، خلاص كده حلوة قوي. serious بمعنى خطير أو جاد، هنا خطير. وطبعا problems مشاكل، threaten بمعنى يهدد. طب ليه مستر ما حطيتش اس هنا يا مستر؟ لان بروبلمز جمع، فالفعل اللي بعدها فعل بدون اضافات، فعل ساده. لكن لو مشكله واحده كنا قلنا threatens ونحط اس المفرد، لازم الحته دي مهمه، بنشوف احنا بنصحح كتير يا جماعه، الطلبه بتغفل او بتهمل تناسب الفعل مع الفاعل، دي مشكله كبيره. الفعل بتاع الجمع اي او وي او يو او زي او اسم جمع، حط الفعل في المصدر. الفاعل مفرد، اسس الفعل يعني احط له اس. طبعا قاعده كلنا حافظينها، يا ريت نستخدم القواعد اللي احنا بناخدها بقالنا سنين في الكتابه. تمام يا شباب؟ تمام، يلا بينا. ذا وورد طبعا دي تنفعك، اللي بترجم كويس اكتب اس كويس، ده مفيش مشكله فيها، المقال كويس. ذا وورد all people should work hard to find solutions، يعني solutions يعني حلول. تمام، for او to، وانا افضل to كمان. solution to يعني solution to،
احسن من فور، يا فور تنفع بس الافضل سولوشن تو ذيس سيريس بروبلم، حلول لهذه المشكله. طيب ها احمد، تقدر كده تتحدى ندى؟ طب ايه سولوشن حلول؟ طب الفيرب منها يا ابو حميد؟ ايوه ابو حميد، سولف يا مستر. برافو عليك يا ولد، برافو عليك يا ولد، برافو عليك بالنجم من يومك، سولف بمعنى يحل. برافو. يبقى نقص الغذاء هو واحد من اخطر المشاكل التي تهدد العالم، ويجب على جميع الناس العمل بجد لإيجاد حلول لهذه المشكلة الخطيرة. يلا بينا 26 ترانزليت انتو انجلش، يلا نترجم بقى للغة مين؟ الإنجليزية. نقرا الجملة كويس، طالب أول ما أشوف العربي الإنجليزي يتخض. يا عم اتخض ليه يا عم؟ اقرا الجملة كاملة يا حبيبي، ولو كلمة وترجم الكلمات العربي الصعبة لكلمات أسهل منها، تعرف تترجمها إنجليزي، فهمتم؟ حلو أوي أوي. كلمة صعبة مش عارف أجيب معناها بالظبط، أجيب كلمة تانية أنا عارفها هي ترجمة معنى. ترتيب الجملة فاعل، فعل باقي الجملة قد يكون مفعول أو صفة وموصوف أو حرف جر ومكان وهكذا. الترتيب مهم، الصفة قبل الموصوف، المضاف والمضاف إليه من شأن، يبقى بنحط زي قبل النكرة وأوف قبل المعرفة. القواعد الرئيسية بتاعت الترجمة دي يا جماعة هاخد بالك. يلا بينا. لم يعد التعليم التقليدي مناسبا للأجيال الجديدة ومواكبة التطور المستمر في جميع مجالات الحياة الحديثة، لذا تسعى الحكومة إلى تطوير التعليم. تمام، إلى تطوير التعليم. معلش ليه كده مش مكتوبة ايه؟ تمام، فنظبطها. الى تطوير مين يا حبايبي؟ التعليم بشكل يتناسب مع العصر. يلا بينا. traditional education، نبدأ بالفاعل. فين بقى فاعل الجملة ده حبيبي؟ مثل traditional education ده الفاعل، انا بشرح نترجم ازاي حتى. طيب الفاعل هنا مكون من كلمتين طبعا، معرفة معرفة او نكرة نكرة، يبقى ايه؟ صفة وموصوف او نعت ومنعوت زي ما بنقول في اللغة العربية. الصفة في اللغة الإنجليزية تأتي قبل الموصوف، يبقى نقول ايه؟ education. traditional ولا traditional education؟ لا traditional education. برافو عليكم يا حبايبي. لم يعد is no longer، is ايه؟ no longer. حلو قوي. مناسب لي suitable for، suitable للأجيال الجديدة، new generation مش generations new، اتقوا الله فينا شوية بيجي لنا الضغط والسكر واحنا بنصحح. تمام. and keeping keeping pace with، يعني ايه keeping pace with؟ يعني مواكبة. يواكب، الفيرب يواكب، keep pace with أو cope with. وصلت يا باشا؟ طيب the continuous، طبعا معاك بقى ال ماي ديكشنري، السكتش اللي اتفقنا عليه ماي ديكشنري، بقى نسجل فيه كل كلمات جديدة مش عارفها واحفظها على طول أول بإيه؟ بأول. وفي نهاية الملحق دي في ثلاث صفحات كده الكلمات الصعبة اللي في الامتحانات وفي القطعة بتاعة الامتحانات، تحفظهم يا باشا 10 أيام مش هتعرف تحفظهم. يلا بينا. continuous يعني مستمر، development تطور او تنمية in all areas، areas يعني المجالات. ممكن استبدلها بكلمة ايه؟ متخصص الترجمة ندى، field the master. برافو عليك يا بنتي. of modern life، الحياة الحديثة. so the government، الحكومة. seek ولا seek to؟ لا seek سمستر، الاس بتاعت المورفة لازم تتحط. و seek to بمعنى تسعى الى او يسعى الى. develop education، تطوير التعليم. in a way يعني in a way، بطريقة احفظ او بشكل. that is commensurate، كلمة commensurate with the times يعني يتناسب مع العصر أو مع كل العصور طبعا. with the time أو ممكن أحط بدلها كلمة إيه يا حبايبي مستر؟ era أو age. وصلت يا باشا؟ كلمة era تمام أو كلمة age. طب يا مستر كلمة commensurate دي صعبة أوي، ممكن تبدلها لنا بكلمة تانية؟ يعني إيه يا حبيبي؟ يتناسب معي، يكون مناسب لي. يبقى ممكن نقول that is، بدل كلمة commensurate أحط suitable for. كلمة إيه؟ suitable for اللي هي فوق دهيت، أحطها بدل الفعل ده ويبقى برضو الترجمة بتاعتي صحيحة. احنا قلنا أهم حاجة في الترجمة هو نقل معنى صحيح، يعبر عن الموجود عندك في السؤال، تاخد الفول مارك ان شاء الله. والى هنا اكون انتهيت من حل الامتحان الثالث من الامتحانات الشامله من بوكلت جيم للمراجعه النهائيه ونماذج الامتحانات المتوقعه. وما تنسوش اللايك بقى حبايبي كده، ولو انت مش مشترك اشترك، واريد كمان شير في الخير. يعني ايه شير في الخير يا مستر؟ عشان اصحابنا يستفيدوا هم كمان، وتبقى صدقه جاريه لينا كلنا، وربنا يوفقنا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وانتظرونا مع الامتحان الرابع.